أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. في هذه الأهداف نتذكر أمور كثيرة حدثت في حياتنا بحضور هذه المباراة، بمتابعتها في الديوانية، بمشاهدتها في البر في تلك المرحلة، مشاهدتها في كل مكان كانت ترتبط الأهداف، في ذكريات جميلة في تجمع الأسرة الكويتية على متابعة تلك المباريات، الحضور إلى أرض الملعب. أهداف، كل ما تشوف هدف تقول حق اللي صاحبك اللي يبك تذكر الهدف هذا وين كان وين شفناه فيه. بعد الفاصل لنا حديث. في 16/11/1999 في بطولة كأس أمم العهد لكرة القدم كانت مباراة الكويت واليرموك، وكانت الحقبة في تلك الفترة الدوري كان ساخن، حتى بطولات كأس الأمير أو بطولة كأس أمم العهد كان أيضا بطولات قوية لأن كان في تقارب في المستوى. دعونا نتوقف أمام تلك المباراة ثم نعود معكم من جديد. واحد من نجوم أيضا المنتخب الأولمبي يلعبها إلى بابا سيرا، بابا سيرا يتقدم فيها، بابا سيرا كرة معاه يحاول يلعبها على طول تلعب جول جول جول. بابا سيرا، بابا سيرا من مجهود فردي وايضا لعبه ذكيه من عادل عقله لعبها الى بابا سيرا ولعبها بشماله وحاول يبعدها حارس المرمى علي خليفه، انما كره من قوتها بالتالي تطلع داخل المرمى. شوف شوف التمريره الصحيحه، شوف ايضا حاول، شوف امام واحد ضد واحد وحاول يمر وبالفعل مر وتقدم واخذ مساحه ولعبها بشماله بشكل حلو وايضا حاول يبعدها علي خليفه، انما بالتالي يعلن اول هدف اللقاء. شوف مره ثانيه، شوف شوف مر بشكل سليم، مر بشكل سليم ولعبها بابا سيرا سنغالي 23 سنه. كره ملعوبه، مالك جون يتقدم فيها بالفعل يتعدي بلنتي، ضربه جزاء، ضربه جزاء صحيحه، حكم المباراه كان قريب وبالتالي مالك جون يحصل على ضربه جزاء بعد ما أعيق داخل منطقة 18 وحكم المباراة خالد أبول يعطي قراره بلنتي عادل عقلة. وهذا خالد خليفة وين راح يلعبها؟ تلعب جول جول. الهدف الثاني، الهدف الثاني عادل عقلة أيضا يسجل الهدف الثاني، وهذا أيضا أمامكم أيضا لاعب نادي الكويت والمنتخب الأولمبي يسجل الهدف الثاني، وكان أيضا بالأمس الحقيقة فريق أيضا نادي الكويت ايضا محتفل بلاعبين نادي الكويت اللي بالاولمبي. في 7/11/1999 في بطوله كاس امم العهد لكره القدم التقى ايضا فريق نادي السالميه ونادي كاظم. تبي تعرفون النتيجه؟ حياكم. رفاع بكعبه خلفيه لكن ما تمشي معاه وتوصل لعلي عبد الرضا، الى صالح البريتشي، الى سامر المرطه، يقطع احمد رفاع، فواز الى بدر حجي، بدر الى احمد رفاع، واتوخذ فواز بخيت، فواز بخيت كره مع لعبه جهه اليمين، هذه كره خطره، هاتوخذ الى رفاع، فواز شوت، جول جول في الدقيقه 17 ثلاثية تنتهي بقدم فواز. جول 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 حلو، جول حلو الحقيقة. نغلات حلوة، نغلات حلوة ما بين فواز وما بين أحمد رفاع وأيضا عبد الله دويسان، وتنتهي الكرة عند فواز بغيت لما لعبها له طبعا اللاعب أحمد رفاع، وجول حلو جدا لكاظمة. شوف شوف أحمد رفاع لما هيئها، وشوف فواز لما لعبها شماله من أمام ثلاثة من مدافعي السالمية، أمام ثلاثة من مدافعي السالمية. إذن في الدقيقة شوف هذه اللعبة مرة ثانية، مخرجنا مشكور، نعم في صفارة وفاول، في صفارة وفاول لصالح السالمية، وهذا الهدف يعاد للي ما شافه في الدقيقة 18 فواز بخيت. في 27/11/1999 في بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم حقق العربي نتيجة كبيرة على فريق نادي الفرحيل، وكانت النتيجة بخماسية. دعونا نتوقف أمام أهداف العربي الخمسة.
احمد موسى يلمها بشكل حلو، احمد موسى يتقدم من جهه يزار ومعه عبد الله الدبوس، واحمد موسى يحاول يمر ويتقدم يلعبها مكان ويشيلها، يشيلها ايضا لليوحه يشيلها ويتابعها غازي وترجع مره ثانيه الى منصور باشا، وهجمه العربي لا زالت خطره ويحاول يشوت هيثم معروف وتهيأ مره ثانيه ودربك العربي الان، واحمد يشوت حلوه جول مالك القلاف، مالك القلاف يفتتح اول اهداف المباراه في اول دقيقتين، في اول دقيقتين مالك القلاف في اول دقيقتين يفتتح اول اهدافه. شوف 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 الكره كانت خطره من البدايه، وشوف التسديده القويه من مالك القلاف شماله ويحرز اول اهداف المباراه. يوحي يلعبها على طول ناحيه نواف العتيبي الى ابراهيم الحربي، ابراهيم الحربي يشيلها من امامه علي عمر، منصور باشا، منصور باشا جهه اليسار موسى يشوت الله من حقك تعمل الحركه هذه يا احمد موسى، هدف حلو، هدف حلو جميل لاحمد موسى في الدقيقه 28، دقيقه 28 ايضا. شوف 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 اللعبه قويه جدا بزاويه صعبه على حارس المرمى فراج ناصر، وهدف ثاني للعربي في الدقيقه 28. اذا العربي الان 2 دفاعين لا شيء، وهذه عاده مره اخرى للهدف اللي سجله احمد موسى بشماله لاعب الحقيقه محمد عيسى. احمد موسى يلعبها في مكان حلو، كلاوديو جول جول، كلاوديو البرازيلي يعوض الفرص الثلاث والاربع اللي ضاعوا منه حقيقه، ويسجل الهدف الثالث في الدقيقه 15، في الدقيقة 15 كلاوديو أيضا في الدقيقة 15. شوف شوف أحمد موسى، أيضا أحمد موسى يعتبر هو اللي يعني صنع الكرة والجميع هذا الجول طبعا اللي سجله اللاعب كلاوديو. وأحمد موسى كل كرة تصل للمهاجمين لابد أن تكون بإمضاء أحمد موسى في هذه المباراة. راج ناصر وأحمد موسى، أحمد موسى جول 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 في الدقيقة 31. وأنا قلت جول قبل لا أدش الكرة، قلت جول لأن صاحب مهارات وإمكانيات عالية هذا اللاعب، صاحب مهارات وإمكانيات عالية، يعني لما يمر ويغزل على راحته ويحط الكرة ويمر من الحارس، شوف شوف مر من اثنين من مدافعين نادي الفيحين، شوف 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 لما مر من الحارس، شوف وشوف لما حطها بيمينه ما اخرها ابدا ما اخرها ولعبها داخل المرمى ومحرز الهدف الرابع والثاني له في الدقيقه 31. مشاري النكاس الى مشاري التميمي، تميمي حاول يمر جهه اليسار، عمله كره عرضيه حلوه الله، ضربه جزاء ضربه جزاء ضربة جزاء وكرت أصفر، ضربة جزاء وكرت أصفر على عبدالله دبوس. شوفها بالبطيء، شوف اللعبة شوف اللعبة، شالها ما يعني ما منع تسجيل هدف لكن شالها بيده فعلا عبدالله الدبوس. شوف مشكور مشكور المغرب، يعطيك ويعطينا ونشوف عزيزي المشاهد نشوف الخطأ وين والصح وين، حتى بعد المباراة يعني هذا ممكن الحكم يشوفه اللاعب يشوفه المشاهد أيضا يتابع، وركلة جزاء وإنذار على اللاعب عبد الله دبوس، ركلة جزاء دقيقة 43 دقيقة 43 دقيقة 43 ركلة جزاء. أوه سامح حسين جول في دقيقة 43 من ركلة جزاء، دقيقة 43 من ركلة جزاء، إذن العربي 5 أهداف. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في مجموعة من الأهداف المميزة، حاولنا ناخذ حقب مختلفة عن الرياضة الكويتية فيها الأشياء القديمة، خاصة أن الأشياء القديمة الآن الناس تحبها وتتذكرها
ومثل ما نحكي نقول دائما قديمك نديمك في مثل هذه المباريات وهذه الاهداف. ان شاء الله القاكم باكر على خير، فالكم طيب اليوم ودوم، مع السلامه.